عملنا اخطاء الميزوش نغلطوا فيهم، ديما احنا نتكلموا في المقابلات كل لازمنا نكملوا 11 نقطه من النقاط اللي تساهم باش تفوز. اليوم ما كملناش ب 11، ما يزيد لازمنا نقولوا اللي كانوا اللعبيه ما دخلوش ستريسي معناتها برشا قبل المقابله. ستريسي تتكلم على سانتوس، تتكلم على عادل شاد، اللي تتكلم على رضوان الفالح، على لامين دياتا، دانيل، وناس يعني عندها العديد من المقابلات في الحجم هذا، دونك ما نجموش نتكلموا على ستريس. لكن زاد فنيا كونه حتى واحنا بعشرة اللاعبين ما قصروش، قاموا بمقابله طيبه في الجمله. مبروك للترجي، فازوا باللقب وحظ اوفر نجم الساحلي. سمندر شفنا الترجي لعب تقريبا بلاش مهاجمين اليوم، سون زاتاكون، وصل سجل عكس النجم الساحلي في اخر المقابله، لعب حتى بثلاثه واربعه معناتها ملاعبيه القدام وما وصلش باش يعادل النتيجه. شنو الاسباب حسب رايك؟ ما هو فما حاجه لازمك ساعه توصل تخلق الفرص. الترجي خلق الفرص، من الفرص جسم انا واحده. احنا خلقنا اربعه ولا خمسه فرص واضحه ما سجلناش. تصير في مقابلات اللي بعد ساعات تجيك زوز فرص تماركيهم الزوز، وبعد ساعات تجيك خمسه ولا سته كور متماركي منهم حتى واحده. السيناريو نتاع اليوم الحكم من اول ما دخل المباراة معمل، وزيد عم يقول لك حاجه اخرى اللي هو باش يخرج ملاعبي من اللي تواجدنا قبل ما نبدا المقابله، مي مالوريزمون قبلناه ما عادش نجمو نوخ. هذا حكم سي كان كورومبي مالوريزمون، سي كوم سا البلاد كلها ولات بناس كيما هكا. الاخر نوتر فوتبول ولا بكله كورومبي، اذا كان ماناش باش نظفوه اون دوا دي راسينين اش الناس هذوما كي كورومب لو فوتبول، ما كانش ماناش باش نقدموا راه كورتنا باش تقعد موخره. اذا كان ما فا با بروفيتي بالثوره اللي صارت في تونس باش نظفوا الناس كل كو سوسوا مسؤولين وملاعبيه وجوارات وحتى الحكام. سي شكري، سعيد الكردي نجم الساحلي ربح معاه خمسه، معناتها علاش شنو اللي تبدل تو؟ كنت نتكلم قلت ربحنا معاه وخسرنا معاه وغلطت في حقنا، لكن اليوم كثر ياسر جي با نورمال، جاي بنية مبيتة، هذه مقابلة نتاع تيتر، مش مقابلة نتاع بطولات بارمي 26 مات، هذه مقابلة دور نهائي نتاع تيتر، يلزم الكل يعطي كل الناس حقهم. بيناتي الأولى ما عطاهاش، بيناتي الثانية ما عطاهاش، ورقة حمراء خرجوا. شو اسمه هو الأتاكون مساكني داخل في 18 عنده ورقة صفراء الأولى، جبد نورمالمون ورقة صفراء الثانية يخرج. وين ماشي؟ وين ماشي؟ وين ماشي هناك بكرة القدم هذه؟ علاش؟ علاش؟ مبروك للفائز. مهما يكون اقوى منك برا من الميدان ولا فوق الميدان فاز باللقب، مبروك ليه. انما اذا نريد ان ننهض بالكره التونسيه واذا نريد ان ننهض بالبلاد التونسيه لازم كل واحد ياخذ حقه واللي يخدم على روحه. النجم اليوم فاش ما خداش حقه؟ النجم اليوم الحكم اللي ادار مباراه النجم والترجي، النجم كان انتصر فيها 5-1، جاء اليوم وكأنه في حساباته ما لازمش النجم يعاود ينتصر على الترجي مرة أخرى إذا هو il veut espérer une carrière ولا حاجة كيف ما كان. علاش ما لا وافقتوا عليه؟ وافقنا عليه لأنه مغلوب على أمرنا، صرحت كنت قلت قمت بتصريح، قلنا نلعبوا أول نهائي بعد الثورة، احنا بعد الاستقلال لعبنا نهائي 57 بحكم تونسي وانهزمنا، ولعبنا نهائي 58 بحكم تونسي وانهزمنا، ولكن في 60 لما لعبنا بحكم اجنبي فزنا على الترجي. في 2008 حكم اجنبي وخسرته. وفي 61 وفي 61 النجم الرياضي الساحلي حلوا بورقيبه على مشكله حكم تونسي مع الترجي. شخصيا نجم نقول لك اللي ما نجمش نواصل نخدم في كرة تونسية مثل هذه. وشخصيا تقول لي انت شو بديت وش ختمت الساعة باش كذا وتتكلم وكل، نقول لك اللي نجم نقوله لك على نفسي انه في الجو هذايا ما نجمش نختم. ها وقال لك وقيد باش 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 تقيد، مش نمشي نقيد روحي، مش نمشي نقيد روحي غدوة الصباح، مش نمشي نقيد روحي ونمشي ننتخب ونحاول نعاون باللي نجم نقدر باش البلاد هذه بصفه عامه تنهض، لانه الشيء اللي صاير يتعدى الكوره ويتعدى سعيد الكردي ويتعدى الترجي ويتعدى الدنيا الكل.